هل لك أن تعيد سؤالك مرة أخرى أيها الشاب اللماح؟ بكل سرور أيتها الأميرة. لا تقل إنها ستعفو عنك بعد أن لقنتها الجواب. اصمت وسترى بنفسك. نحن بالانتظار. أعرف رجلا حمل أمه وحمله أبوه واحتمى بجده وشرب ماء لا من سماء نزلت ولا من أرض نبعت. صاحبك هذا رهن أمه واشترى لباسا، ورهن أباه واشترى حصانا، واستعار سيف جده. أما الماء الذي ليس من سماء أو من أرض فهو عرق حصانه. الأجدر بك أن تساق بين عبيدي لعلك تحسن عملا بدل هذا التصفيق. رويدك يا مولاتي، أريدك أولا أن تفسري لي حلما حلمت به الليلة الماضية، وبعدها نترك لمولاي القاضي الحكم علي. لا حق لك في شيء بعدما أجبت على أسئلتك. رويدك يا أيتها الأميرة فله الحق في أن يدافع عن نفسه، تكلم. حلمت البارحة حلما أن شابا جميلا قد زارني في الخان حيث أقيم وراودني لمعرفة جواب سؤالي الذي ذكرته الأميرة لقاء هذا الخاتم. كيف يكون حلم والخاتم بيدك حقيقة واقعة؟ أعطني الخاتم. لقد نجوت من العبودية يا عمر. ولكني مصر أني الرابح في لعبتك هذه، فأنت لم تعرف الجواب إلا بخدعة. في هذه الحالة يحسن بالأميرة أن تسألك سؤالا، فإن عرفته سيتم الزواج بينكما، وإذا لم أعرف تكونا قد تعادلتما ويذهب كل منكما في حال سبيله. هذا هو حكمك أيها القاضي؟ نعم، وآمل أن تقبل به يا عمر. لقد قبلت. هيا أيتها الأميرة وألقي سؤالك، ولا تترددي في أن يكون صعبا كسؤاله. حسن، تحمله طوال حياتك، تحاول جهدك أن يكون نظيفا، يرافقك إلى قبرك ثم تورثه إلى أولادك وربما إلى أحفادك، فيحسن إليهم أو يسيء. ترى ما هو يا عمر؟ أرى أنه من حقي أن أطلب يوما وليلة مهلة كما فعلت أنت. من حقك. حسن، حتى الغد. فكر معنا أيها الفاضل، فأنت رجل عركك الدهر وتقلبت عليك بشر شتى، فلو أنك سمعت حكاية واحدة في اليوم لأصبحت موسوعة. تحمله طوال عمرك، تحاول أن يكون نظيفا أبدا، يرافقك إلى القبر ثم يرثه أولادك وأحفادك من بعدك، فيحسن إليهم أو يسيء. لا أظنك إلا عائدا لأهلك أقل شأنا مما خرجت من عندهم.
يبدو أن ضيفنا الأخير يحمل بعض المزايا الجيدة، أليس كذلك يا ابنتي؟ ماذا تقصد يا أبي؟ أظن أنك تفهمين جيدا ما أقصد يا ابنتي، فقد مضى وقت طويل مذ قبلت بالطريقة التي ترينها لانتقاء الزوج المناسب، وقبلت بقراراتك تجاه من تقدم إليك. أما هنا يبدو أنك متحمس له. لأكثر من سبب يا ابنتي، أولهم وضوح ذكائه وفراسته، وآخرهم؟ ليس آخرهم وإنما أهمهم. وهو؟ شعوري بأنه زوج مناسب، وبخاصة نظراتك له. إنك تبالغ بعض الشيء. الأمر عائد إليك يا ابنتي، ولكن ما أرجوه ألا تقعي في خطأ التحدي، وألا تنسي أن الفكرة من أساسها هي اختيار الزوج المناسب، لا لإثبات ذكائك أمام من تقدم إليك. وهو كذلك. ومن أين لهذا المسكين أن يحل اللغز الذي ذكرته؟ هذه مشكلته، ألم أحل له اللغز الذي طرحه؟ بعد أن تنكرت بزي شاب واحتلت عليه. لا مانع عندي إن اتبع نفس الطريقة التي اتبعتها من أجل أن يفوز على أي حال. وكيف له أن... أبي أرجوك، علينا أن نتابع ما بدأنا به. هل فكرت معنا أيها السيد؟ فلو عرفت الإجابة لأسديت لأم عجوز وأب كذلك خدمة كبيرة. ولهذا جئتك منقذا يا ولدي. أهلا وسهلا بمولانا الوالي. الوالي؟ نعم، أنا الوالي ولست القاضي. إذا فالأميرة؟ نعم يا بني، الأميرة هي ابنتي، وقد جئتك لأنهي مشكلة أرهقتني وأم الأميرة زمنا طويلا، ألا وهو زواجها. ماذا؟ نعم يا ولدي، فالزواج مسألة صعبة، وبخاصة زواج البنات، وبالذات إن كنا أميرات، فالمطلوب في العريس يندر وجوده إن لم يكن مستحيلا. ولهذا وضعت الأميرة كل هذه الصعوبات لتجد عريسها. هو كذلك يا بني، وهذه الطريقة تتيح لها أن تراه بنفسها، تناقشه وتحكم على ذكائه وتصرفاته ومعاملته مع أهله. إذن فقد سقطت أنا بالامتحان. لا يا ولدي، لقد جئت لمساعدتك كما أخبرتك. ماذا قلت؟ شمس، الأميرة شمس، أليس هذا هو اسمك يا سمو الأميرة؟ ولكن كيف عرفت؟ الأجدر بك أن تسأليني عن جواب سؤالك. صحيح، وما هو؟ قلت لك شمس، أليس هو اسمك؟ بلى. وأنا عمر، وصديقي هذا عثمان، وربما عبد الله اسم أبيك، فلكل إنسان اسم لابد سمي به مذ خلق. نحاول أن يكون نظيفاً أبداً، يرافقنا إلى القبر، ومع هذا نورثه لأولادنا من بعدنا. لقد ربحت المعركة يا عمر، لقد عرفت جواب سؤالي في حين لم أعرف جواب سؤالك، بل استخدمت الحيلة حتى عرفت. لست أذكى منك أيتها الأميرة، فأنا لم أعرف جواب سؤالك أيضا،
لولا أخبروني به. ومن الذي أخبرك؟ هو نفسه الذي أخبرني عن اسمك وعن اسمه كذلك. أنا من قال له هذا يا ابنتي. ولكن أنا أبوك يا شمس، وأنا أدرى بك من نفسك، أعرف صالحك ومن هو الأفضل والأنسب لك زوجا. لكنك لم تخبرني يا أبي، لقد عودتني غير ذلك. ألم تبدلي إعجابك بعمر منذ اللحظة التي رأيتيه فيها يا ابنتي؟ لقد كانت كلمة عابرة، وتبعتها كلمات وملاحظات، وكلها تصب في صالح عمر، حتى اقتنعت أخيرا بأنه العريس المناسب لك. ألا ترين معي ذلك؟ مبروك عليكما بإذن الله. ودودة دودة خلصت لحد دودك. ويا هل ترى حلوة ولا فتفوتة؟ حلوة كتير. وإن شاء الله فهمنا مغزى الحكاية. أنا فهمت إنه الإنسان لازم يعرف كل شيء وما تفوته شغلة. وكمان الإنسان يا جدو ما بيعرف شو مقدر عليه ولا بيعرف وين بيكون نصيبه، وإنه دائما الحقيقة هي الرابح الأخير. لذلك القراية والاطلاع بغرض المعرفة سرب لكل إنسان، أظن مفهوم.